طيب، يعني في البداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يجعل هذا العمل عمل مبارك وعمل أنا مبسوطة صراحة يعني من نشاطكم، وهتكلم يعني هديكم حقكم في الأمر ده، لأن الواحد في الزمن اللي زي ده بيبقى صعب عليه جدا إن هو يلاقي منبع منفس لمجرد ان انا اعيد تاني احياء اخلاق القرآن، العمل بالقرآن، اخلاق الشريعة، روح الشريعة، روح الاسلام اللي يكاد يعني نكون دلوقتي نبحث عنها كده في يا جماعة فين، محدش شايف سمت موجود. يعني الموضوع اللي حضرتك واللي حضراتكم كلفتوني اتكلم فيه، موضوع الفتاة المسلمة والقدوات ومين تختار قدواتها والغرب وأثره والمفاهيم اللي بتأثر على الفتاة المسلمة الحالية. أنا عايزة صراحة قبل ما أجاوب على السؤال ده هديكم بس صورة مصغرة، مجرد كده فيدباك لينا نعرف هو المرأة قبل كده كانت إزاي، والناس اللي بيدعوا المرأة للتحرر مش للحرية، فرق كبير جدا جدا ما بين حرية المرأة وما بين تحرر المرأة. حرية المرأة ضمن ضوابط الإسلام والله، بل إنه كفل لها الحرية والكرامة وصنها وصن عرضها وشرفها وحقوقها. المرأة ليها أكتر من 100 حق في الإسلام، أكتر من 100 حق في الإسلام، حقها وهي بنت، حقها وهي امرأة، حقها وهي متزوجة، حقها وهي أم، كل الكلام ده، الحقوق المالية والذمة المالية المنفصلة الخاصة بالمرأة، كل الكلام ده ضمنه الإسلام ضمن ضوابط شرعية. فدي الحرية، مش عشان يضيق عليها، عشان يحفظ للمرأة كرامتها. اما التحرر اللي بتدعو له، يعني احنا يعني تقريبا الامر ده من ستينيات القرن الماضي واحنا بنعاني من ضمن الافكار فكره عارفين كده اللي بيخش، يعني اقول مثلا ياثر على الدماغ وياثر على الوعي المجتمع اللي حوالينا فكره وبداوا بافكار صغيره جدا من ضمن دي الحريه، ده مش حريه، ده تحرر، انك تخرج المراه عن كل الضوابط الشرعيه والاخلاقيه وعن العرف وعن العادات بحجة حرية المرأة. فأنا عايزاكم تركزوا معايا في النقطة دي عشان مهمة. المرأة الحرة السوية اللي فطرتها سليمة تأبى الدعاوى اللي موجودة حاليا إنها تبقى مجرد سلعة، يعني تشترى وتباع وتبقى مجرد عرض، أو مجرد إن أنا أبقى سلعة للسيل للبيع. ده لا، ده حاشا أبدا. المرأة المسلمة امرأة حرة شريفة عفيفة. اللي انا عايزه بس يعني اقول ان ان شاء الله احنا هنتكلم على النماذج بتاعه المراه المسلمه في العصر الحديث وفي الماضي. انتوا عارفين في الماضي فاطمه بنت محمد الفهريه القيروانيه اول من عملت مؤسسه جامعه قيروان، موجوده اقدم جامعه في العالم، وصنفتها موسوعه جينيس ان هي اقدم جامعه تاسست سنه في 800 قبل الميلاد، 850 قبل الميلاد في المغرب. ودي كانت امراه لبنى اللي من قرطبه، اللي كانت عالمه في الرياضه وكانت نحويه وشاعره لدرجه ان السيوطي صنفها من ضمن طبقات النحاه. امراه. تعالوا بقى اما نشوف في الماضي ايه. انا كل ده انا بس عايزاكم تتخيلوا صوره قبل ما اكلم كل فتاه. انا عايزه عقلك يحكم معايا ويشوف التدرج ماشي ازاي. اللي كانوا بيسميه طبيب او طبيب النساء او ابو الطب النسائي، وده كان بيعمل تجارب على النساء اللي هم السود، اصحاب البشرات السود. كان واحده اسمها انيركا، وكانت يعني كان قصتها قصه مدميه. هم الطبيب الامريكي ده اسمه جيمس ماريون، دوت عمل اكتر من 30 عمليه جراحيه على النساء اللي سواء ذوات البشره سود. انيركا دي كان لها بتقول لك اكتر من 30 عمليه جراحيه، وكان يقولوا ايه اصل المراه اللي ذات البشره السوداء ما عندهاش مشاعر ولا احاسيس، ما بتحسش بالالم. ده قال لا يشعرون، قال عليهم كده ما عندهمش الم. عندكم القانون المدني بتاع نابليون اللي اتعمل سنه 1804 دوت، كان بيعطي المراه، بيقول لك المراه دي تعطى للرجل كده بهدف الانجاب، هي اصلا من ممتلكات الرجال، هو هنقولوا عليها كده، هي اصلا من ممتلكات الرجال. وكان لا لها حق لا في تشريع، ولا كانش لها وجود اصلا في اي تشريع قانوني، ولا لها وجود اصلا في الحياه المدنيه ولا في الحقوق القانونيه. كتاب اسمه مطرقه الساحرات اللي ظهر سنه 1480، الكتاب دوت كان مرجع للتنكيل
بالنساء يقول لك المهرطقات والساحرات، ودوروا على اي علامه في جسمها شامه بس دي ساحره، ويحطوها على الفلكه اللي ايديها وراسها ويعذبوها او يحرقوها وهي حيه. كل الكلام ده العصر الحديث لما يجي يتكلم يقول لك انا الغرب، وتعالوا للحريه اللي موجوده في الغرب. اي حريه؟ الحريه كلها في الاسلام، والله الاسلام كامل. وما اعز وما جه الاسلام الا الاعزاز المراه وتكريم المراه، وعطاها كل الحقوق، جعلها امراه مثلا حتى حق الزواج تقول ايه موافقه، يلا موافقه اتجوز، مش موافقه خلاص. العصر الحديث الجريمة الحقيقية ربط حرية المرأة بالعري والخلاعة وانها تبقى في احضان الرجال، دي الحرية، ده التحرر اللي انتوا عايزينه، وان تبقى في احضان الرجال. ومشكلتها الكبرى والعظمى والاوحد، الراجل بياخد وانا بناخدش، ده لو هو بيعمل وانا بعملش، ورفع مستوى الندية الامر يطلعها بره اصلا كرامتها. ما في تشريع اسري ولا تشريع اجتماعي جه في اي دين الا الاسلام. فلما لقوا ان دوت العرف طهاره المراه، تعالوا دلوقتي اللي اكتشفوا لسه مكتشفينه وفرحانين بيه قوي، ان 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 عارفوا يعني ايه البصمه اللي موجوده، بصمه الرجل في رحم المراه. فاكتشفوا ان ارحام النساء المسلمات صاحبه بصمه واحده بس، طاهره شريفه عفيفه. لكن انا اطلع المراه بره اطار اقول مثلا الحياء ولا العفاف، وتبقى في احضان الرجال او حقل تجارب، او انها تبقى سلعه تباع وتشترى، او اقفي عرض تعملي كذا وتلبسي كذا وتقلعي كذا وتسوي كذا. يعني كنا بنتكلم ان الدعوة بكده الحجاب، وطلعي بره الحجاب وخلاص، قلنا ده من الستينات والسبعينات والتسعينات والمشكله، وخلاص بقى في حريه، وده حريه دين وتلبسي اللي انت عايزاه. دلوقتي منعين المراه المحجبه انها تكمل تعليم، والله الف بركه، الف مليون بركه انهم منعوها. ما تروحوش تعليم ايه ده بقى؟ تعالي وتعلمي العلم الحقيقي، تعالي تعلمي العلم الحلم الدين وعلم الشرع وعلم الفقه وعلم الفلك وعلم الرياض، كل ده موجود. ولا نروح المؤسسات العنصريه عندهم، دي مؤسسات عنصريه تتعنصر على المراه، ويقول لك حريه. اي حريه؟ الحريه انك تقلع وتلبس بيكيني وسويدي وسكيني، ومش الحريه انك تعطيني ان انا البس زي ما انت حر، انك انت تختار لبسك واسع ضيق وفوق معمول، ما انتش لابس وسايبني، وتيجي انت تعملني على الحريه، على الحجاب، على حجابي اللي هو من اصل الدين، وتطلع الدعوات يقول لك ده مش من الدين ولا له علاقه. انت تعرف اكتر من ديني؟ يقول لك تعالي تحرري، تعالي شوف الحرية. لا، ده عايزين يطلعوكي كده عشان تبقي سلعة بجسدك، علشان ما تبقي مجرد يعني بس مكان وموطن لشهوات الرجال، هو دوت اللي هم عاوزينه. وحسبي الله ونعم الوكيل. فين الأمان؟ فين الاستقرار للمرأة؟ فين حفظ جميع الحقوق التشريعية والقانونية والمدنية في الإسلام؟ النساء الغرب في ضبابيه رهيبه، لدرجه اقول لكم اكتر، كان في، واحكي القصه دي واعيدها تاني، كان في وقفه معموله علشان حريه المراه، عشان المراه وحريه المراه في الغرب، وجم اكتر من خمس ست اخوات طبيبات ودكاتره في جامعه واساتذه جامعيين. فواحده من الصحفيات بتوع السن بتقول لها انت ليه ضد ان التحرر، وليه ضد اللي هم بيقولوا ده، بتدافع عنك؟ قالت لها لا، ما بتدافعش عني، انا امرأة متعلمة ومتزوجة وعندي كذا. قالت لها يعني اللي جاي في العربية ده مش الشوفير بتاعك، مش السواق بتاعك، لا ده زوجي. قالت لها يعني انت ما بتشتغلي مش بتديله فلوس؟ قالت لها لا ما بديش، هو متكفل شرعا انه ينفق علي. قالت لها لو كان دينكو كده فالدينكو ده هو الحق، لكنها تبقى ضحية اغتصاب وعنف ومعاناة وامراض جنسية مزمنة. لا، ده بيقول لك مليون طفل سنويا يجهد في الغرب، مليون طفل، ودي الاحصائيه اللي عملتها المراكز الامريكيه الحكوميه عشان تسيطر على المليون طفل يجهض سنويا بسبب الاستفاح والاغتصاب او العلاقات الغير. الاسلام ضمن لك كل الحقوق، معززه مكرمه. اما نقول اثر الغرب في تشويه المفاهيم، نديت الراجل السترونج يا حبيبتي، ما تبقي سترونج وزي الفل ضمن تعاليم الاسلام. لما تعرفي تعاليم الاسلام الصح ساعتها هتبقي فاهمه الكلام ده، وهتعرفي الحق ان كرامتك وعزك هو في الاسلام. عشان كده احنا نقتدي بامهات المؤمنين،
عندك في العصر الحديث كتير من النماذج النساء الناجحه بحجابها. قلت لكم اكبر، حضرت دكتوراه في سنه في اوائل الالفينات لاخت محجبه والثانيه كانت منتقبه، عملوا دراسه في واحده في علم النبات والثانيه كانت في مجالها في الطب مش فاكره ايه، وخدوا امتياز مع مرتبه الشرف. بيقول لك الرسالتين دول مفيش منهم على مستوى الشرق الاوسط امراه. ايه اللي يمنع؟ ايه اللي يمنع انك تبقي بتبقي متفوقه وناجحه وليكي بوزيشن ومتعلمه وكل وديك اديكوا نماذج من الماضي اهو ونماذج من الحاضر كتير انها تجمع بين الامرين. والامر اللي تقول لك لا ده الحريه بره، لا ده الحريه دي عايزه تطلعك بره اطار الله، تقلعي هدومك اخلعي حجابك روحي معرفش عشان ايه، يلا انت سلعه يلا في حضن الراجل انا حره انا صاحبه نعمل وكل الكلام اللي طالع. القدوات امهات المؤمنين، سيده عائشه سيده اعمال وام عندها 9 اولاد في البيت موفره الراحه والامر. لان احنا لو طلعنا على بوصله الاصل بتاعك، الاصل ايه؟ انجحي ومال، انجحي انجحي وخليكي كويسه وخليكي حلوه وخليكي فيكي كل الحاجات الجميله ولا تتخلي عن دورك الاصلي ام وزوج. ده مش دور سهل وهين. تقول لك لا وانتوا عايزيننا خدامين في البيت ليه؟ ده قلب امك اللي عايزين يطلعوا الفطره الحقيقيه، يطلعوك بره فطرتك كامراه وبره اطار ان انت كانثى وامراه وام. ام بيتكلموا دلوقتي في موضوع لا عيالك ارميه، لا سيبيهم، لا هو معاهم يشارك، لو ما شاركش سيبي له البيت، لو ما ومين يعمل عيالك يا بنتي؟ ومين يبقى حريص على اولادك الا انت؟ دي كارثه. اتخاذ القدوات من امهات المؤمنين. السيده خديجه، السيده خديجه تجارتها تعادل تجاره كراس سيده اعمال، السيده خديجه تربي 9 من الاولاد في بيتها، السيده خديجه كانت بتوفر للنبي صلى الله عليه وسلم الراحه والهدوء والسكينه في البيت برغم انها سيده اعمال. ده يمنع ولا يمنع؟ سيده زينب بنت جحش اول من يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تغزل الغزل، تتصدق بتلت وتصرف على المشروع بتلت وتطلق وتجيب وتجيب على نفسها بالتلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال اول كنا لحاقا بي اطول كنا يا سيده زينب، وكانت حديثه من فقهاء. سيده عائشه ايه اللي يمنع؟ ايه اللي يمنع المتحدثات المتكلمات؟ سيده اسماء بنت يزيد الانصاريه، اسماء بنت عميس زوجة الشهيد جعفر ابن ابي طالب لما قالت ورفضت انت تبخس حقي في الهجره يا عم والله لا اقول للنبي عليه الصلاه والسلام، وراحت للنبي قال والله كل المهاجرين لهم هجره اما انت يا اسماء وكل اللي هاجروا الحشمه لهم هجرتين. قويه في الحق. دول القدوات. تشوفي مين المسلمه اللي صالح دينها تجمع بين الامرين. قدرتي قدرتي ما قدرتيش خلاص يبقى اهم حاجه دينك ثابت اللي نسال عنه. اوعى نطلع بره الاولويات، اوعى نطلع بره الفرائض. كل الدعاوي للحريه هي مش للحريه، حريتك في دينك واسلامك وكوني عبده وامل الله عز وجل هي دي الحريه الحقيقيه. اما التاني تحرر، اخلعي والبسي وكوني سلعه وروحي مع الرجال وواحد واثنين وصاحبي. وانا بتقول من ضمن الكلام يعني العجيب جدا الواحد مستغربه جدا، انا ادفع له مهر ولا يدفع لي هو المهر؟ يا بنتي الاسلام جاي يعزك يا بنتي، ما فيش قوانين اجتماعيه ولا قوانين خاصه بالاسره الا بدين الاسلام، ما فيش دين جاب الكلام ده. الواحد لما يمشي على يعني خطوات الصحابه والصحابيات هينجو، على قال الله وقال رسوله هينجو. طيب في ميزان للقدوات الحاليين، مثلا لو انا شايفه مثلا نموذج قدامي لامراه مسلمه ناجحه، عندنا كثير جدا كثير جدا من النساء اراهم والله اقعد تحت ارجلهن، علم وتقوى ومربيه اجيال، وتعالي شوفي اولادها من الكبير اللي في جامعه ولا اللي خلص لحد الصغيره، تقول لك الله عز وجل. انا لا اسال الانسان اولا، اسال الله عز وجل 5 سنوات نشوفهم كده نقول وتقيات خفيات لا يعلمهن الكثير، هم دولت في اسس او ميزان للاتباع او ان انا اتبع القدوه الفلانيه. ايوه ايوه قال الله قال رسول الله،
هو بره حد يقول والله مهما يقول اصل القوانين الانسانيه وعرف الانسان، ولازم احنا كبني ادمين اين الله في هذا الامر؟ انت كانسان خلقك ربنا وما انتش راضي تحتكم لكلام ربنا ولا تعلم عن كلام الله عز وجل شيء ابدا، ولا ليه علاقه بيه ولا واي نظريه علميه ان لم تتطابق مع كتاب وسنه حاليا او يبقى لا، لا والله لا نعمل بيها، ويثبت غلطها بعد مرور السنين، ولم تطبقت معاه نقول بس هو ده الصح وناخده ونعمل بيه. لكن خلاف كده لا، خلاف كده غلط غلط. يعني انا نفسي موضوع ان البنات وخصوصا الفتيات، يا بنات يا نساء المسلمين ارجعوا لدينكم، والله الخير كل الخير في نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، الخير كل الخير انك فعلا تستمسكي بكتاب الله وبتعاليم القرآن، الخير كل الخير في حاضر يا رب، سمعا وطاعا يا رب، يا ايها المؤمنين، نعم كل المؤمنين حاضر حاضر يا رب جعلنا منهم، لكن اطلع بره ما اللي خلقني واعمل عكس اللي ربنا قال لي عليه، فين النجاة؟ اين النجاة؟ اوعي تظني انك تكوني سلعة ولا انك تكوني حرة في العلاقات، تقولك طب ما الراجل بيتجوز وبيعمل وعامل علاقات انا كمان اعمل علاقات، ضد الفطرة، والله ضد الفطرة. حتى في الجنة تيجي تقول انت في الدنيا هتقولي لفلان بحبك وبعدين تقولي لفلان ايه ده، مش بتحس مش غلط في حاجة، مش في ايرور حصل، يطلعوكي بره الاطر دي وكأن الدين هو الرجعي، ده هم الرجعيين، ده هم اللي خايفين، اللي خايفين عايزينك تبقي زيهم وتنزلي زيهم كده في اسفل القاع. انت عزيزه شريفه قيمه في الدين، ما شاء الله ما شاء الله جعلك دره مكنونه مصونه جوهره، ليه ترضي بالقاع؟ ليه ترضي بالدنيه؟ ده التسفير والدنيه. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر يعني يكرمنا واياكم، يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. عايزه بس قبل ما اختم اشكر صراحه هذا الصرح الجميل، الله يفتح بيكم وليكم، الله يجعلها يا رب فاستمسك وتبقى هي العروه اللي تجينا يوم القيامه نستمسك بها، ويبقى هي القربه ليوم القيامه اين اصحاب رايه فاستمسك، اللهم امين، يجعلها ساعه اجابه تبقى رايه، يوم يدعى كل إمام بإمامهم تبقى إمام من الأئمة وراية من الرايات، اللهم أمين يا أصحاب هذا المشروع الطيب المبارك، شوف علينا يوم القيامة وينادي بها علي أهل القرآن والذكر والمنهج، أنتوا على ثغر، أنا بقول لكم أهو يا أصحاب فكرة ومنهج فاستمسك، أنتم على ثغر من القرآن ومن الكتاب ومن كنت أغرس الغرس التربوي الإيماني نهج محمد صلى الله عليه وسلم. سيروا على بركة الله وأكملوا على خير وبركة، وأدعو الله سبحانه وتعالى يفتح بيكم مش بس بجامعة اليرموك وفي العالم كله، اللهم أمين، ويجعلكم لبنة طيبة، جزاكم الله خيراً.